تعالوا أخذكم وياي المشغل البسيط والمتواضع ونسوي فد نبذة عن الأشياء اللي نصنعها داخل المشغل. صار تقريبا بلشت مشروعي 6 سنوات بإنتاج الحلويات والكليجة والمعجنات الدولمة، الحمد لله وشكر بكل أصنافه طبخ البيتمية. بس قدرت خلال هاي السنوات أحقق فشي نتيجة، تحولت من شغل البيت اللي فتحت مشروع الحمد لله وشكر. صح هو المشروع صغير ومبسط على قدي، بس الحمد لله وشكر صار مصدر رزق لعائلتي والعدة عوائل وياي، فلس على فلس الحمد لله وشكر. قدرنا نفتح حتى فشي بسيط يعني، وبجهود والدتي أكيد ووالدي الله يرحمه، قدرنا فشي بسيط الحمد لله وشكر نسوي فد نقلة نوعية بالمحافظة. الحمد لله وشكر هذا المشروع هسه وهذا قسم البارد قاعد نجهز بالطلبات. كل احنا كل الجهود تضافرت حتى نطلع فد نتيجة بسيطة للزبون، واهم شيء عندي اهم شيء بالدرجة الاساس واللي صراحة خلاني يعني اوصل فد مستوى ويصير عندي قاعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي ماي سويسارة، هو الجهود اللي متضافرة يعني الاخ على الام على الاب على غيره، كلها الحمد لله والشكر كنا ايد وحدة حتى نكون هذا المشروع. اخواتي امي اخواني زهورة كادري المتميز صراحة. بداياتي بالأول بسيطة، كنت بالكلية أخذ فد عدد بسيط يعني من كيلو كليجة أخذ زميلاتي حبوا الطعم جربوه الحمد لله وشكر، بلشت شوية شوية كيلو كيلوين ثلاثة إلى صار 100 كيلو أكثر، ودائما ما شاء الله طلبات تراود علي بالكليجة. أختي كانت في البداية تسوي كيك بعدين تشتغل كليجة، والحمد لله وشكر أنا قدرت فد أخذ مقتطفات من عتها وشوي شوي تعلمت لأن صار شغفي بهاي المهنة اللي هي صنع الحلويات، والحمد لله وشكر اليوم إحنا فتحنا مشروعنا على أرض الواقع وقدرنا ننزل عدة أصناف بالحلويات منها الموس كيك الدونات، كل هذا صنعنا الخاص الحمد لله وشكر وبأيادينا. عندي دائما بالعيد ما شاء الله يصير عندي اللود وما الحق اكثر الطلبات على الكليجه، كليجته ما شاء الله مو بس على مستوى محافظه يعني يجون دائما محافظات يطلبوها من عندي دول، انا قبل يومين مجهزه كليجه للكويت الحمد لله والشكر، الناس حابه الطعم حابه الاصناف الاشياء اللي تنزل كلها هنا بداخل المشغل، اشياء كلها فريش كلها جديده وطيبه وطعمنا خاص متميزين به. كل هذا ما صار لولا فضل رب العالمين واكيد بجهود والدتي العزيزه، هي الفضل الاول والاخير لها دائما وابدا. امي واخواتي الاثنين زهراء صديقتي كنت كلش تعبانه في هذا المشروع بس رب العالمين يعرفه بهذا التعب، ياما سهرت الليل وما نمت للصبح ومرات اوصل انا بنفسي الطلبات للزباين ويعرفون بهذا الشيء. الناس توصلها قطعة الحلوى، توصلها الكليجة، يوصلها الطلب، بس ما يعرفون المعاناة شنو، ما يعرفون شنو خلف الكواليس، ايش قد الإنسان تعبان، قدرنا نوصل ونترك بصمة. صحيح أنا صار لي شهرين من فتحت المشروع، بس قدرت أثبت وجودي خلال هاي الست سنوات.